胸口，沉默我的沉默，不愿放手，不再追求，我的眼我的心都已被你占有，灯光闪烁是每个坚定温柔在我心头，诉说我的诉说，你扬的笑，你吹的梦，你坚强脆弱都会有我守候，记忆中曾孤独仰望每一次邂逅，远去了在你吻过我之后，有你温暖我的双手，有你照亮我所求，从此后的温柔都只想拥着你度过。ييزي، أعرف أنك امرأة مذهلة وقوية، هذا لأنك محامية، فأنت معتادة على مواجهة الآخرين بطريقة هادئة ومحترفة، ولكنني أعرف أيضا أنك بحاجة لشخص يحميك ويعتني بك، وأعرف أنه بدوني ربما ستكون حياتك رائعة، ولكنني لا أستطيع العيش من دونك، لذلك شكرا جزيلا لك لأنك أرسلت لي إشعارا قضائيا، فهذا مكننا من أن نلتقي مع بعضنا البعض وأن نقع في الحب معا، وجعلني أيضا أكون بجانبك. قد لا أتمكن من منحك حياة رائعة كالقصص الخيالية، ولكن سأفعل ما بوسعي لإسعادك، وأيضا أتمنى أن تقبلي بي زوجا. مبارك لكما، كم هذا رائع! مبارك لكما، هذه لحظة رائعة! قبلها أبي لا تتحرك، أعطيني إياها. جائع؟ جدا. لقد وصل المضيف. سأجلس هنا. لقد طرى أمر لدي شين، لذا لن يأتي، سنكون نحن فقط.
كل ما تشاءون، فالفاتورة على حسابي. حسناً، أنا سأدير أمورك المالية. اطلبوا ما شئتم واستمتعوا بطعامكم، فهذه آخر مرة يدعوكم فيها شيفاي. يبدو أنك لا تعرفين خطيبك جيداً، فهو لم يدعنا لتناول الطعام من قبل. ألست من عزمك المرة الماضية؟ غادرت باكراً ونحن من دفع. لقد تخليت عنا. ماذا؟ أنت تشبه والدك حقاً. خطيبتي هنا، انتهينا. لا أسمع شيئاً. أيها النادل، قدم الطعام، هيا. لقد كان مشهداً رائعاً جداً، أخبريهم هيا. لا، لقد طلب يدي بطريقة بسيطة للغاية. ماذا؟ بسيطة؟ بسيطة جداً. ألا تعرفين كم خططت لهذا الأمر؟ كان الأمر عادياً، اسألي الجميع. لقد كان حدثاً رائعاً، تخيلوا معي، كان هناك آلاف الأشخاص، الكثير من الناس، وعندما وقع الضوء علي، بدأ وقت العرض، مشيت نحوها وشاهدني الجميع وأنا أخرج الخاتم الماسي وأقدمه لها. أريهم الخاتم. خاتم ألماس حقيقي؟ انظر إليه. ماذا تقول؟ لقد تأثرت ولم أتوقف عن البكاء أبداً. كفانا حديثاً عن ذلك. إلى أين؟ ستدفع الفاتورة؟ مرحباً جميعاً، أريد أن أخذ دقيقتين من وقتكم لأغني أغنية. أريد أن أشكر الفتاة الجميلة التي تجلس بجانب شيفاي الآنسة ييزي، التي ساعدت شي بالتحول من فتى إلى رجل. أنا أعرف شيفاي منذ زمن بعيد، نحن أصدقاء مذ كنا صغارا، كنا نتسبب بالمتاعب معا ونلعب معا، ووبخنا المعلمون معا. نحن لا نخاف شيئا لأننا ندعم بعضنا البعض. في ذلك الوقت كنا أبرياء وسعداء، ولكننا لم نكن نفهم الحياة ولم نكن نعرف معنى الحب كذلك. آمل أن تكون رحلتكم المستقبلية رحلة طويلة جدا، وأن تحبا بعضكما كثيرا كاليوم تماما، وأنا كصديق لشيفاي سأستمر بدعمي لكما دائما وأهديكما هذه الأغنية. هذه الأغنية كتبتها أنا وشيفاي عندما أنشأنا فرقتنا وغنيناها في إحدى حفلات الزفاف، واليوم سأغنيها لكما.有些疲惫，常常半梦半醒间徘徊，不知道为什么拼命追，最后彼此都很累。从拥有所有到一无所有，身边来去了多少朋友，有几个真心的能够伸出手，在最困难的时候。 过去的事情不要去后悔，过去的感情难免作对，过去的时光想起来很无味，现在的我已无路可退，忘掉曾经的那些狼狈，把自己收拾干净慢慢找回，丢掉的捡起了还不算吃亏。 أنا سأسافر. ماذا؟
بعد أن أذهب لأمريكا، أنا لن أعود أبدا. ألا ترغب بقول شيء لي فعلا؟ آسف. مرحبا، سأتي فورا. شيفاي، علي أن أغادر حالا، لدي شيء عاجل، لا أريد إفساد فرحتكم. تابعوا تناول الطعام، افعل ما يقوله لك العم شيفاي. وداعا. حسنا، اتصل بي. حسنا. هل انتهيتما؟ تقريبا. حسنا، رجاء ساعدني واسأل صديقك في لوس أنجلوس عن الجامعات التي تدرس علم النفس في أسرع وقت، وأنا لا أريد شهادة أبدا. شكرا لك. زمرة دمكما ليست متطابقة. يا لسوء الحظ. أذكر أنك قلت إن ليلي تشون هو والدك. هذا غريب، زمرة دمك هي إيبي، وعلميا يجب أن لا يكون أي من والديك يحمل زمرة أو. ماذا تقصد؟ ليلي تشون ليس والدك الحقيقي. جيد، أكل 4 فطائر. هذه الفطائر لذيذة، يجب الاعتناء بصحتك لتكون جاهزاً للعملية. أنسي هذا الأمر، قلت لك لن أجري العملية. لقد أجرى أخي اختبار تطابق الدم وظهرت النتيجة اليوم. ماذا قلتي؟ ماما لا تسألي، فلم يردني أن أخبركما. سيتبرع لك؟ ساعداني على النهوض. اتصلي به الآن ليأتي إلي حالا، أريد أن أقول له شيئا. بابا ماذا ستقول له؟ لا تقل شيئا، إنه... اتصلي به. أخي، أين أنت؟ في المستشفى. هل يمكنك أن تصعد إلى هنا؟ أبي يريد التحدث إليك. حسناً. زمرة دمك لن تطابق زمرة دمي. إذن كنت تعرف أنني لست ابنك من البداية. وأمك ليست أمك الحقيقية. أين والداي إذن؟ أنا وأمك تزوجنا لمدة 3 سنوات،
ثم ذهبت إلى مصنع في منغوليا الداخلية للعمل، وكانت والدتك حاملا في الشهر الثالث. في ذلك الوقت كنت مترددا في الذهاب، ولكن أمك شجعتني وقالت إنها ستعتني بنفسها وبالطفل. وبعد 6 أشهر طلبت إجازة لأعتني بوالدتك بعد أن تنجب، ولم أتوقع أن أعود لأجد أمك حاملا ومعها طفل عمره 2 سنة، والطفل هو أنت. أكمل. لقد دهشت. سألت والدتك فقالت حصل حريق في المصنع قبل 5 أشهر، وكانت أمك تحاول إخماد الحريق فأصيبت وأجهضت الطفل، فحزنت كثيرا وبقيت شهرا في المستشفى قبل أن تتعافى. ثم سمعت أن هناك زوجين كانا يعملان معا ماتا في الحريق وتركا طفلا تم إرساله إلى الميتم، فأسرعت والدتك إلى الميتم وأعادتك معها إلى المنزل، وقد قامت بتغيير اسمك، كما قامت أيضا بإعطائك اسمها وأسمتك ووتشينغ. لما لم تناقشي هذا الأمر معي أولا؟ لما لم تخبريني بذلك؟ الأمر حصل فجأة، لم أرد أن يحصل هذا أيضا. أنت لا تعرف حجم الألم الذي مررت به. ولكنه إن لم تخن الذاكرة فكان اسم والدك فينغ داتشي، واسم والدتك جيا هولان. لقد حملتك بين ذراعي، حملتك في طفولتك. أصبح ابن فينغ داتشي ابني فجأة. لم أتقبل الأمر وطلبت من والدتك أن ننجب طفلا لنا، لكنها رفضت طلبي، ولهذا السبب تشاجرنا كثيرا. وحين غضبت منها عدت للعمل إلى منغوليا، عدت مجددا إلى منغوليا الداخلية. كنت أرسل المال لوالدتك كل شهر، ولكنها كانت تعيده إلي في كل مرة. هاي يانغ. ها لي؟ أعيد بريدك مجددا. إلى اللقاء. شكرا لك. أمك امرأة عنيدة فعلا، وقوية أيضا. وبعد مدة تم بيننا الطلاق، وبعد 2 سنة أنشأت عائلة جديدة في منغوليا الداخلية، وبعدها أنجبت أختك، وفقدت الاتصال مع أمك. الموضوع هذا يشكل عبئا على صدري. شيء كهذا حفر في قلبي ولا يمكن نسيانه أبدا. فهمت الآن، فهمت كل شيء. لهذا لم تذكر شيئا عن حياتك في شنغهاي؟ إذن لماذا عدت؟ لا أعرف حقا، ربما كانت صدفة. في ذلك الوقت وجدت مبنى صغيرا، وكانت مدخراتي تكفي لشرائه. لا أعرف
قد أكون عدت لجذوري مجددا. لقد عرفت منذ البداية إذن، ولهذا رفضت مساعدتي وفضلت الموت على ذلك. لماذا لم تخبرني بالحقيقة؟ عندما كنت طفلا صغيرا خسرت والديك، حين كنت تحتاجني تخليت عنك، لذلك فأنا لا أستحق مساعدة منك. خلال السنوات السابقة طرت حول العالم وشاهدت مناظر جميلة لا تعد ولا تحصى، ولكن أحيانا في الليل أنظر إلى السماء الصافية فوقي وأنظر للأسفل لأرى أضواء المدينة اللامتناهية، وفي مرة أرى الثلج يغطي قمم الجبال، ومرة أخرى أرى البرق يضرب الغابات المطيرة. فالمنظر رائع عندما أكون فوق السحاب. أحيانا أفكر كم سيكون رائعا لو تمكنت من مشاركة ذلك معك لين. هذا مفتاح قلبي أضعه لديك، وهو مليء بذكرياتك الجميلة فقط، وهو المفتاح الوحيد الذي يفتح قلبي، وأنا أعطيه للمرأة الوحيدة التي تملك قلبي. أحيانا أشعر بالامتنان لأنني أستطيع رؤية هذه المناظر الجميلة. كوني طيارا فليس لدي سبب يمنعني من أن أحب حياتي، أحب الفتاة التي أريد. ثقي بي، لن أغضبك ثانية. هل ستفي بوعدك؟ ما اسم حسابك؟ أريد قراءته. هذا سري صغير حبيبتي. Thank you.
أنت بخير؟ أخذك للمشفى؟ ها؟ لما لا تنام في منزلك؟ لا يمكنني ترك المقهى، لدي زبائن كثر. لين؟ من؟ لين؟ هل تريدها أن تأتي أم ماذا؟ ألم تنفصلا؟ كيف ثمل بهذه السرعة؟ ما الأمر؟ هل أنت لين شياو أو؟ من أنت؟ أوجدت هذا الهاتف؟ لا، أنا صديق ووتشينغ، مالك المقهى الذي يذهب إليه. إنه ثمل وفاقد لوعيه، لما لا تأتينا؟ إنها سريعة الغضب. أو، أصمد، فستأتي منقذتك قريبا، اطمئن. يا ضاري، جسدك مرن حقا. بالطبع. هي لين تتصل بك. مرحبا. مرحبا. هو في المقهى وهو ثمل، أعده إلى بيته. ما خطبه في الآونات الأخيرة؟ لما يشرب كثيرا؟ هذا غريب جدا، ألم يخرج من المستشفى للتو؟ هل يمكنه أن يشرب؟ وكيف سأعرف لما يريد إذا نفسه؟ هذا غريب أيضا، كيف عرفت أنه ثمل؟ لا أعرف لما اتصل بي شياو يويا. وهذا غريب أكثر، اتصل بك إذا يريدك أن تذهبي بنفسك، أليس كذلك؟ أنا مشغول الآن. كوني لطيفة، هذه لحظة مهمة، عامليني بلطف، لا تكون قاسية. أين أنت؟ لين، لقد ارتبطنا أنا وشيفاي للتو، فأين سنكون برأيك؟ أعرف أنك مع شيفاي، متأسفة، أردت إعلامه بالأمر، ويمكن له أن يفعل ما يشاء. ليفعل ما يشاء؟ لين، هل توقفت عن مقاطعتنا في ليلة خطبتنا أنا وشي؟ ها؟ لقد اتصلت من أجلك فقط، حسناً؟ هاجموا الأبراج يا أغبياء. أية أبراج هذه؟ اتصلت بلين، ما الذي أتى بكما؟ لم نشأ أن نأتي، لما ثمل إلى هذا الحد؟ لا يثمل بسرعة عادة، ربما يشعر بالحزن. لما لم توقفه؟ وكيف سأفعل ذلك؟ أجل، إنه عنيد، هل أنت بخير؟ هل تريد أن تنام هنا؟ لين، إلى أين أنت ذاهبة؟ انتظري. لين توقفي. أنتما هنا فلا داعي لوجودي. انظري، لقد فقد وعيه ولا يشعر بشيء، لما تتجاهلين؟ لقد أتيت، فكيف تقولين إن أمره لا يهمك؟ إن غادرت فسنغادر أيضا ونتركه لوحده وسنرميه في الشارع. هيا ادخلي، اطمئني عليه. هيا، أعرف أنك تريدين هذا. أوكي، توقفي عن دفعي. انظر من هنا. وصلت أخيرا. كان ينادي اسمك حتى وهو ثمن. انظر من أتى، انظر. لا تتقيأ هنا. لا بأس، يصبح أفضل عندما يتقيأ، لقد استيقظ بمجرد رؤيتك. لطالما انتابني الفضول، لما تصادق شخصا مثله عديم المسؤولية؟ أنا لا أتفق معك، قد يكون مزعجا أحيانا ولكنه صادق، وإن أردت سأعطيك 100 مثال ليثبت عكس ما قلته. بما أنه تقيأ الآن، سأعطيك مثالا. عندما كنت صغيرا
كنت حقا رائعا والكثير من الفتيات أحببنني. حقا؟ لا لا لا، إنه شاهد على أي حال. كان هناك صبيان آخرون يفتعلون المشاجرات معي ولم أكن أستطيع مواجهتهم، وهو كان طالبا مثاليا ولم يساعدني، وكان ووتشينغ هو الوحيد الذي يدافع عني كل يوم. كان يضع حجرين في حقيبته ويحملها على كتفه. ألم تلاحظ الميلان عندما مشيت؟ لم ألاحظ ذلك. لن تلاحظ الآن، كاد يرفض في كلية الطيران لهذا السبب. معالج المشكلة عندما أصبح طيارا. دورك الآن. أنا أشهد بذلك، كانت علاماته سيئة في المدرسة وثم قرر أن يحسن من نفسه ليدخل كلية الطيران، وبفصل واحد انتقل من أسفل القائمة إلى الثالث على الصف، وكان يهدد مركز الأول. كنت الأول من أسفل القائمة. إنها سريعة جدا. كيف سينفصلان وهما هكذا؟ هذا مؤثر. إن غادرنا، من سيوصل وو إلى المنزل؟ ستهتم لين به. هل ستساعدهما في علاقتهما؟ سيكون ذلك رائعاً. صحيح؟ حقاً؟ لا يمكنك إجبارهما على ذلك. ماذا لو لم يريدا العودة إلى بعضهما؟ لاحظت مؤخراً أنك تنحازين لأخيك، ألست أنت رمزاً للعدالة؟ ها؟ لا، أنا لا أنحاز إلى أخي، بل صديقك وو لم يراعي مشاعر لين ولا يعرف ما يريده من علاقتهما، ولين تشعر بالحزن الشديد مؤخراً. لا يمكنني أن أدافع عنه بعد كل ما جرى. لماذا؟ أعتقد أن ذلك سيكون رائعاً. فكري بالأمر، لو أصبح صديقي وصديقتك معاً سنتمكن نحن الأربعة من الاستمتاع بوقتنا معاً. أريد ذلك أيضاً، لكن ماذا لو رفضا؟ حسناً، فلنهتم بشؤوننا فحسب. أعطني يدك. هيا هيا. من هنا. بما أنك بخير سأغادر. لا تذهبي، لا تذهبي. إن غادرت لن يبقى لدي شيء. لا تذهبي. لما لم تخبروني بأن أبي ليس أبي وأمي ليست أمي؟ مما تخافون؟ لما لم تخبروني؟ فحتى لو أخبرتموني لن يؤثر ذلك على مشاعري تجاهكم. لم يعد لدي الفرصة لأصبح ابنا جيدا. لا تغادري لي. أنا آسف. لو أنني أعرف أنك ستكونين سعيدة معي لما تركتك تذهبين. أنا آسف حبيبتي. هل أنت من كنت تمسك بيدي في المستشفى؟ لما غادرت قبل أن أستيقظ؟ لما؟ هنالك شيئان هما الأسوأ في الحياة. الأول خسارة من تحب، والثاني خسارة ما تحب فعله. أنا آسف. أنا آسف.
ألم نقل سنواجه كل شيء معا؟ لما صعب عليك أن تفتح قلبك لي؟ حياتي فوضوية ولا أريد جرك معي إلى هذه الفوضى لين. أنا آسف، انسي أمري. قلت لي بأن هذا مفتاح قلبك أنت، يبدو أنه ليس ملكا لي. أعتقد أننا لن نتأخر هذه المرة في هذه الرحلة، ونقوم بحفل يومنا باكرا. قد يبدو الحب بكلمة أو في لحظة، ولكن لتنسى شخصا قد يتطلب حياة بأكملها. لا أحد يفقد القدرة على الحب إلا إذا كان لا يريد أن يحب. لم أطلب أن يكون من أحب بطلا يقهر كل شيء بنفسه، أو أن يكون سوبرمان. يمكنك أن تكون ضعيفا وعاجزا. فقدت ثقتك بنفسك الآن، أنت محق. لا يمكنك الاعتناء بنفسك، فكيف ستحبني؟ هاي معلمة لين. والدك ثمل، اعتني به. مهلا معلمة لين، أعتقد أنه يحتاجك أكثر مني. ابقي هنا وأنا سأذهب. لا داعي، دعه يشرب الماء، لا يحتاجني بوجودك معه. أنت بخير؟ حسناً، هيا انهض. كم شربت؟ أتريد ماء؟ انظر كم تتألم الآن. وفر العم شيفاي لك فرصة ذهبية، لماذا لم تستغلها؟ أنت عنيد جداً. لما لا تتنازلوا من أجل المعلمة لين؟ شكراً، احتفظ بالباقي. لين؟ اعتقدت أنك مشغولة لذا أتيت دون أن أتصل بك، ولكن ييزي ليست في المنزل. ما الأمر؟ في الواقع اتصل صديقي من لوس أنجلوس وقال إن هنالك جامعتين يوصي بهما تدرسان علم النفس، وبدوت مستعجلة لذا. فلندخل إلى البيت. ما رأيك؟ شكرا على اهتمامك بأموري، ولكن هذه الجامعات كيف أقولها، ليست جيدة، تبدو كدبلوم عادي. وأنا أظن أنها ليست مناسبة. يمكنك الانتقال إلى هناك أولاً، ثم تأخذين وقتك في اختيار الجامعة التي قد تعجبك من وجهة نظرك. لا بأس، شكراً، ساعدتني كثيراً، سأقارنها بنفسي. ترفضين الذهاب؟ غيرت رأيك؟ بل أريد الذهاب، ولكن أقترح عليك بألا تضيع وقتك علي. اهتم بحياتك ولا تتغير من أجل أحد. لا بأس، أنا شخص راشد وأعرف ما أفعله بالضبط. لدي سؤال، قلت ستختارين جامعة وتغادرين فورا، والآن أنت مترددة.
هل هذا بسبب ووتشينغ؟ توقف عن التدخل بحياتي الخاصة. يمكن أن نكون صديقين بطريقة واحدة وهي ألا تتخطى حدودك.会有个人成为你的远方。